عشاق السفر في كل مكان، تحياتي لكم. بعد أزمة كورونا أكيد في الناس المدمنين على السفر صار عندهم الأسئلة، بدي أعرف ويا ترى أيمت حتفتح خطوط السفر الدولية، المطارات وإجراء السفر. هل سمعتوا شيء أنه حيكون في شيء اسمه جواز السفر المناعي أو الجواز الصحي؟ طب يا ترى في حجر صحي حيكون لما نوصل للبلد اللي رايحين عليها؟ متى حتفتح الخطوط لبين الدول؟ وكيف حيكون أصلا أسعار التذاكر؟ ولا يهمك، كل هذا وأكثر حنجاوبكم عليه هلا بهذا الفيديو من مصادر موثوقة. وخلونا شو نبدأ ونجهز للسفر. وأهلا وسهلا فيكم أحبائي، وبرحب هلا أكيد مع صديقنا أحمد الخطيب. أحمد هو أصلا يوتيوبر وبيشتغل كمان في موضوع السياحة، ولكن الأهم إنه أبو حميد اليوم حيكون مخبرنا السري اللي بيشتغل في صناعة السياحة والسفر بخبرة 8 سنين. فبالتالي اليوم حنشوف معلومات، وأبو حميد حيسردنا شوية معلومات عن إجراءات السفر بعد كورونا، أسعار التذاكر وكل هالشغلات هي كلها. خلينا نرحب أول شيء بأبو حميد. تفضل أبو حميد. أهلا أهلا وسهلا بك يا دكتور، برحب بيك وبرحب بكل الناس اللي بتشوفنا. يا أهلا وسهلا فيك، طمنا شو أخبار بلجيكا؟ بلجيكا في الأفضل الحمد لله، الوضع بدأ يرجع، الحياة بدأت ترجع بالتدريج، والحمد لله يعني العالم قرر يتعايش مع كورونا عموما. هلا بقى بدنا نيجي للموضوع المهم اخي، انا كمسافر وكفيلوجر وانت كمان كمسافر، وفي كثير ناس بتحب السفر، عندنا موضوع السفر ادمان، يعني بتحسه عباره عن اكثر من 3 شهور 4 شهور انت يعني مقيد ما تقدر تسافر. الان بلشنا نسمع اخبار جديده انه بلشت الخطوط مثلا رحلات دوليه تفتح او متى الموعد اللي جاي. قبل كل شيء بدنا نعرف موضوع الفيزا. هلا اذا اي واحد بده يسافر بده يعرف موضوع الفيزا، مثلا تسافر على اوروبا الشنغن، في اي تغييرات صار على الاجراءات؟ الشنغن احنا عارفين ان الشنغن حصل فيها تعديل من بدايه من 2020، لكن تظل كما هي المتطلبات بتاعتها. زادوا عليها ان هو الموقع الرسمي بتاع الشنغن، وعلى فكره احنا ان شاء الله المصادر كلها بتاعت المعلومات عايزين نحطها في الديسكريبشن، يا عيني المصادر عليك. بتاعتنا قويه، فالمصادر هي صحيح أجنبية ولكن مصدرنا هو قوي الحمد لله. فالشنغن هيضيفوا حاجتين، قالوا أول حاجة أن قبل ما تقدم على الشنغن بأسبوعين لازم يكون في كشف طبي، كشف صحي بيقول أن المسافر ده خالي من الفيروسات أو خالي من الأمراض. وبعد وقبل السفر هيتقدم كمان نفس الإجراء بأسبوعين، لان المده بقت طويله دلوقتي، الناس بدات ممكن تقدم على شنغن لمده اسبوعين لمده 6 شهور، ده القانون الجديد. ايوه. فمطلوب ان هو يثبت ان هو ما عندوش اي حاجه في كشف طبي قبل السفر وقبل تقديم الفيزا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الموقع بيذكر، موقع فيزا شنغن الرسمي بيذكر ان في حاله اكتشاف مصل او لقاح للفيروس ان لابد ان المسافر يكون اخذ الفاكسان نفسه. طب حلو، يعني معناتها زي هيك هلا اي واحد يسافر على اوروبا لا اما يكون عنده فحص او تيست انه هو ما معه كورونا، او انه اذا كان في فاكسين يكون اخذ الفاكسين. هذا الشيء كمان بنطبق على بعض الدول الثانيه، امريكا، تركيا، اي دوله، ولا لسه لحد الان بس اوروبا هي لحد اللي... الان هي في شنغن هي اللي اعلنت بوضوح، لكن بالنسبه الولايات المتحده الولايات المتحده هي قافله كل السفارات والقنصليات من 20 مارس باستثناء الناس اللي هم في القطاع الطبي والصحي، الدكاتره والاطباء، عشان هم عايزين ناس، فدول ممكن ان هم يقدموا على سفر امريكا. المعلومه المهمه يا دكتور في امريكا ان اللوتري السنه دي هل اتلغى ولا لا؟ لان في ناس بتقول ان الهجره العشوائيه اتلغت السنه دي، لكن هي لم تلغى بل تم تأجيل اعلان النتيجه. حلو، اكيد يعني مع اللوتري ما تلغاش السنه دي. هذا معلومه جدا مهمه في ناس، لانه فعلا عن موضوع الهجره اللي هو عن طريق مثل يا نصيب او السحب العشوائي للناس اللي بتقدم. بالضبط، الهجره الامريكيه بالضبط. طيب حلو جدا، هي خلصنا بقى موضوع الاجراءات الفيزا، وبالتالي الناس اللي مفكره باوروبا الوضع شوي حيكون فيه تعقيدات. طب في اي وقت حيبدا؟ باي تاريخ معين؟ شهر 9 يمكن قالوا حيستقبلوا الناس من برا، ولا شهر 7؟ حاليا ما فيش قائمه محدده للدول بعوده السفر، ما فيش قائمه محدده. ليه ما فيش قائمه محدده؟ لان كل دوله بتعمل تعديل على حسب نسبه الاصابات عندها. من مصر من لسه لا لسه
لسه شويه ده عليه. اوروبا بلش شوي شوي يخفف القيود. اوروبا بالظبط كده، يعني نقول مثلا دول الاتحاد الاوروبي، يعني انا في بلجيكا، بلجيكا ابتداء من 15 يونيو، النمسا ابتداء من 15 يونيو، بعض الدول هتبدا تعود من ابتداء من 15 يونيو، هتبدا تفتح الحدود، هي الحدود الباريه بدات تتفتح هنا في بلجيكا، بس احنا بنتكلم عموما على دول الاتحاد الاوروبي، بدا السفر يعود تدريجيا لدول الاتحاد الاوروبي وكمان لبعض الوجهات الثانيه، يعني بلجيكا فتحت ابتداء من منتصف يونيو مع 33 دوله. خلاص اوكي، يعني بلشت الحياه، بس لسه لحد الان هي موضوع الازمه بالفيزا تبعت الشنغن، وهذا الشيء يمكن حيبين شوي شوي. طب سؤال، الناس اللي جاي من جوا اوروبا في موضوع حجر صحي؟ حاليا بدا يترفع موضوع الحجر الصحي ده، وكمان ايطاليا بدات ترفع الحجر الصحي ده ابتداء من يوم 3 يونيو. يعني سؤال، يعني ايطاليا نفسها بدات ترفعه. انت هلا لو رحت على ايطاليا حتبقى اسبوعين في الحجر الصحي ولا لا كونك في اوروبا؟ لا خلاص خلاص، ابتداء من 3 يونيو، احنا النهارده بنسجل في 4 يونيو، فابتداء من 3 يونيو اللي هو الامس خلاص رفعوا الحجر الصحي الالزامي اللي هو كان مدته 14 يوم. حلو جدا، حلو، معلومات مفرحه معناتها للناس المقيمين في اوروبا هلا، رجعت الدنيا حلوه مثل اول. طيب حلو جدا، نيجي هلا للنقطه الثانيه. الان انت كمسافر بعد ما تتاكد انه انت عندك الفيزا او اجراءات الفيزا، هتبدا بقى تروح لوين؟ تشوف اسعار التذاكر. بدك تسافر لاوروبا، بدك تسافر لامريكا، بدك تسافر لمصر، بدك تسافر لدوله عربيه، تركيا، اللي هو الفكره الان المتوقع اللي يصير انه هل اسعار التذاكر هترتفع ولا لا. الشغله الثانيه، بنعرف انه في كتير دول فتحت الطيران الداخلي، الان السعوديه، تركيا، بدا الطيران الداخلي يشتغل جوا الدول. متى متوقع ان نحن نفتح اصلا الطيران الدولي؟ اوكي، بالنسبه خلينا في الاسعار الاول، الجزء الاول من السؤال. بالنسبه للاسعار عندنا مثلا، لما ناخد المعلومه بتاعتنا ناخدها من اياتا، والاياتا هي الاتحاد الدولي للنقل الجوي. حلو، دي مصدر قوي ومعتمد، يعني ما فيش قال فلان وقال فلان. بتقول ان اسعار التذاكر هتزيد، بتقول ان اسعار التذاكر هتزيد، تيجي لشركات الطيران، شركات الطيران بتقول لك اسعار التذاكر هتنخفض عشان هم عايزين ان هم الحركه تبدا ترجع تاني. لكن احنا بالتوقع كده مع الاجراءات، وممكن لاحقا هنقول اجراءات السفر، ان هيبقى مثلا جنب، يعني بالظبط القوة نفسها، يعني الطيارة نفسها هتطلع ب 50% أو ب 40% من القوة بتاعتها، يعني المسافر هيبقى الكرسي جنبه فاضي، فده مين هيتحمله؟ هيتحمله جزء من المسافر، فاحنا شايفين إن الأسعار هتزيد مش هتقل. حلو جدا، يعني المتوقع إن الأسعار تزيد مبدئيا، لأنه يمكن هلا أنا حاعرض فيديو كمان شوي إنه في تصور لطائرات المستقبل بعد أزمة كورونا، كيف إنه حيكون كراسي في النص وكرسي معاكس للاثنين، وفي مثل هيك غطاء بلاستيكي حوالين الشخص، كأنه أنت معزول في غرفة لحالك في الطيارة، كنوع من أنواع الوقاية، واللي هي كنوع من أنواع أنه يقللوا من موضوع الاحتكاك وعمل التباعد الاجتماعي. ولكن كمان الطيران الدولي متى حيفتح؟ فضل. إيطاليا تلغي الحجر الصحي الإلزامي، وبدأت بالفعل بعض الرحلات الدولية من الثالث من يونيو زي ما ذكرنا. النمسا تلغي الضوابط على جميع الحدود البرية باستثناء إيطاليا، وإيطاليا زعلت. أسبانيا، البرلمان الأسباني يصادق على تمديد حالة الطوارئ. هولندا تستأنف بالفعل الرحلات الداخلية، دي كلها أخبار جيدة أو أخبار مبشرة. الخطوط الجوية السنغافورية تعيد رحلتها لبعض الوجهات في يونيو ويوليو، منها مصر والمغرب في 3 أغسطس. فاحنا شايفين إن في يونيو ويوليو ومعاك أغسطس هتكون أغلب الوجهات إن هي رجعت. لندن بتقول افتتاح مطار لندن سيتي بنهاية يونيو، دي أخبار كويسة برضو. بريطانيا بتقول خطوط راين إير سجلت انخفاض بنسبة 95.5% في التشغيل في شهر مايو. عم هي ريان اير
يعني من اكثر الخطوط اللي بيستخدموها المسافرين البادجت ترافلر، بدوروا على اسعار رخيصه لانه فعلا بتقدم اسعار مهوله يعني. اسعار ايزي جيت بالضبط. وهي عندها اضيف انه حتى الخطوط الجويه التركيه كمان كمان اعلنت انه بنص ترك بنص حزيران او نص يونيو اللي هذا حتبدا كمان بعض الوجهات البسيطه. فبالتالي مفترض يعني خلال شهر 6 نبدا نشوف تشغيل مبدئي لاكثر من شركه طيران ترجع مثل ما بقولوا تقلع الموضوع من اول وجديد، ويمكن من نصيبنا بقى نكون نحن من الناس اللي مبدئيا نبدا في هذا. ان شاء الله ان شاء الله هترجع. تركيا قالت ابتداء من 10 يونيو تحديدا، من 10 يونيو والى تركيا، يعني مش يعني مش لازم اللي هو المسافر اللي هم العالقين، ممكن من والى تركيا. وقالت بعض الوجهات زي 10 يونيو اليونان، قطر، بلغاريا، البحرين، 15 يونيو صربيا، هولندا، النمسا، المانيا، 20 يونيو هولندا، 22 يونيو بوسنة والهرسك وفنلندا والسويد، 1 يوليو قالت اوكرانيا، تايوان، كولومبيا، كندا، بيلاروسيا، استراليا، يقدر المسافر من والى الدول دي. 10 يوليو باكستان والهند واندونيسيا، 15 يوليو الجزائر دولة عربية لازم نقولها الأول، وبعد كده الأردن ولبنان وليبيا والكويت وإنجلترا والفلبين وروسيا، أخيرا نقول 1/8 مصر وتونس والسعودية وأسبانيا وإيران والعراق وفرنسا. ده بالنسبة لتركيا وإلى تركيا، وده موجود على الموقع الرسمي بإذن الله، نحط الرابط بتاع تحت. فدي أخبار كلها كويسة، أخبار جيدة إن بدأت الحياة تعود وبدأ السفر يرجع. وبالمناسبة عايز أقول أصدقائك والناس اللي بتشوفنا في فيديو إزاي تسافر مهما كانت إمكانياتك، لأن الدول دي بعد الأزمات بتطلب ناس وفي طرق كتير للسفر، فممكن يشوفونا كمان هذا اللينك أكيد. واللي يحب يشرفنا على القناة برضو يا أهلا وسهلا بكل الناس اللي بتشوفنا. أكيد أكيد طبعا أبو حميد، نحن نحط رابط القناة تحت للناس اللي حابة كمان تتابع، عنده معلومات كتير حلوة في موضوع التكنيكاليتيز تبعت السفر وكيف. وعايزينهم كمان يعملوا لك اشتراك عشان انت تستحق المحتوى الجيد. يعني يعملوا لك اشتراك في القناة. طيب هلا بقى نكمل بقى الاجراءات. انا نفترض الان عم بجهز سفرتي، بدي اروح فيزا، خلصت تكت طيارة حجزت. الاجراءات اللي حتصير في المطار، في المطار بقى في قياس درجة الحرارة عن طريق الكاميرات، يعني الكاميرا هي اللي هتقيس درجة الحرارة. المسافر لو درجة الحرارة بتاعته 38 درجة فيما فوق ممنوع يسافر، مش هيسافر، ممنوع يدخل المطار او يتحرك بدون ماسك، الكاميرا هتراقب ده. الحقائب ستغلف، يعني الحقائب بتاعتك يا محمد هياخدوها يغلفوها، لازم تتغلف وهيتكشف عليك. وبعض شركات الطيران من حقها ان هي لو طلبت عينات دم اختبار، من حقها ان هي تاخد من المسافر عينات دم. بعد كل ده بتروح في البوردنج، وطبعا لازم تروح قبل السفر من 3.5 ساعات الى 4 ساعات، في الاول كان 3 ساعات، دلوقتي المسافه طولت. بعد كده هتطلع في البوردنج، قبل ما تطلع الطياره تنتظر رساله مسج على الهاتف بتاعك على موبايلك انك صالح للسفر، وهيكون معاك جواز سفر اضافي اسمه جواز السفر المناعي او الصحي، جواز سفر لكل مسافر. يعني هذا انا حاخده من المطار انه هذا المسافر تمام، هي الفيزا تبعته غير فيزا السفر، فيزا كورونا بالضبط، باسبور ثاني، باسبور صحي، ما هو بيان، هم اطلقوا عليه باسبور صحي، ولكن كل مسافر هيكون معاه هذا البيان من الدولة عشان يتحرك من الدولة وإلى الدولة. وفوق على الطيارة بعد ما يجيلك المسج على الموبايل انك صالح للسفر، صالح للسفر، تقدر تطلع بالمسج دي الطيارة. بعد ما تطلع الطيارة هيتقاس درجة حرارة المسافر كل 30 دقيقة، وقدامه مش هيكون موجود في صحف ولا مجلات ورقية، والوجبات للأكل هتكون مغلفة ومختومة، فكلها إجراءات. المسافر هياخد ممكن إن هو بنفسه ينظف الكرسي، خلي بالك عشان هو يكون مطمئن.
مين اللي ذكر الكلام ده؟ عشان برضو حطه تحت في الديسكريبشن. سيمبلي فلاي. سيمبلي فلاي هي اللي بتحط الاستراتيجي بتاعة الطيران في العالم. سيمبلي فلاي. فده إجباري. ده أبو حميد الأيام اللي جاية دي هتخلينا أيام نترحم على زمن أول والحاجات صحيح. اللي كنا عايشين فيها. صحيح. ذكرنا من شوية إياتا اللي هي أيوة. إياتا قالت إن مش هيكون السفر طبيعي وإجراءاته مش هتكون طبيعية زي قبل كده قبل 2023. أوه يعني عندك سنتين يعني تقريبا. قدامنا مينيمم 3 سنين في الوضع ده. فالوضع برضو مش بسهولة. لذلك احنا بننصح الناس اللي عايز يسافر فعلا هو اللي لازم يكون محتاج للسفر. العالقين ليهم الأولوية. رجال الأعمال البزنس ليهم الأولوية اللي بيتابعوا مصالحهم. الطلبة هم اللي ليهم الأولوية. العائلات هي اللي هي الأولوية. وإحنا بنحب نسافر طبعا. أنت بتسافر كتير وأنا بسافر كتير وعايزين نعمل فلوجات وعايزين نصور. لكن للأسف مش بينصحوا بالسفر في الفترة اللي جاية. لكن على كل حال هي أخبار جيدة جدا إن الدنيا بدأت ترجع من تاني. إن العالم قرر يتعايش مع الأزمة وتدريجيا الأمور بتمشي. بدنا نحكي عنه بس ضروري الان موضوع الحجر الصحي. انت قلت لي اوروبا لغتها بين بعضها. بالنسبه للطيران الدولي اللي انفتح حاليا بشكل محدود جدا، هل موضوع الحجر الصحي قائم الان؟ لو انا بدي اسافر على مصر بطريقه معينه وجيت عن طريق 5 يونيو، هل يعني حخضع للحجر الصحي 14 يوم ولا لسه لحد الان هذا الامور مو واضحه؟ احنا في لسته لحد النهارده لسته اعلنت، ونحط اللسته دي كمان تحت عشان اصدقائنا يشوفوا بنفسهم المطارات اللي هم عايزين نذكر منها المطارات الجاهزه لاستقبال وفود دون حجر صحي. الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وسويسرا والنرويج وايسلندا والمملكه المتحده، ومن الدول العربيه مصر والبحرين والكويت والسعوديه والامارات زي ما انت ذكرت دلوقتي. كله بدون حجر صحي. دول اللي احنا ذكرناهم بدون حجر صحي، بس لازم يكون معه الجواز الصحي او جواز المناعي بالضبط وماشي حسب الاجراء بالضبط ويتبع التعليمات تماما. تعرف جدا انه هاي شغله مفرحه، لانه اخر شيء تصور انت بدك تسافر لمكان تقعد 14 يوم في الحجر ويا دوب تقضي لك سفرك اسبوع اسبوعين وترجع تسافر مكان ثاني 14 يوم ثاني. يعني انت مختصر في الحجر. بالمناسبه معلش اقطع كلامك، انا 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 عايزك تيجي عندنا في مصر. يعني انا انزل من بلجيك على مصر وانت تيجي تنورني هناك. يعني انا بدل والله انا مصر حاطه في بالي ان شاء الله. انا زرتها اكثر من مره سابقه. تيجي تنورني بس انا باخد منك واحده على الهواء اهو باذن رب العالمين ان شاء الله. يعني اكيد مصر من الدول اللي حاطه في بالي ازورها. انا زرتها سابقا مرتين وان شاء الله ناوي المره هي استكشف فيها كثير اماكن. سمعت عن الاقصر وسمعت عن أليكس، ما رحت إلا بس رحت على شرم الشيخ ورحت على القاهرة وغردقة وشرم الشيخ وفعليا يعني الآن يمكن كمان في وضع يعني كورونا الآن الناس صارت حتى تنقي الأماكن القريبة عليه، لأنه بين فترة وضحاها عبسي تغيير في الإجراءات، تغيير في كل شيء على حسب مثل ما قلت أحيانا عم بيكون بناء على أعداد الإصابات والوفيات وهالشغلات كلها. فواحد لما يكون قريب من بلده أو في دولة على الأقل قريبا من البيئة تبعتك، انت بتكون نوعا ما مطمن انه انت رايح هي بلدك. بالضبط. انت رايح على مصر، رايح على الاردن، رايح على لبنان، رايح على دبي، على السعودية، الجزائر، هدول الدول يعني اخر شيء مثلنا نحن عرب كلنا مع بعض. الوطن العربي احنا بنعتبره كله من الخليج الى المحيط دولة واحدة. تماما. فانت هون كشعب مو غريب عليك وحتدبر امورك، بينما تكون برا الناس كمان فيها خير وبركة ولكن اجراءات مختلفة، قانون مختلف. فهذا الشيء يعني واحد لازم يحطه في باله صراحة، إنه لما هلأ بدي يخطط للسفر وبده يأخذ المخاطرة يحاول قدر الإمكان ينقي يعني نقدر نقول دول قريبة من مكان إقامته، بحيث إنه في حالة وجود أي نوع من أنواع التغيرات الطارئة اللي ممكن تصير، وهذا الشيء ممكن يصير دول فتحت الحظر وبعدين فجأة رجعته بشكل كامل مثل العراق مثلاً ومثل الأردن. فهون القصة انت الان لازم تعرف هالشغلات هي كلها وتحطها في بالك لما عم بتخطط لرحلتك المليئة ان شاء الله بالمتعة، ولكن مليئة كمان بالاجراءات الصحية والاحترازية اللي لازم تعملها لما انت فعلا
تخطط لسفر بهذا الوقت. ولكن اكيد انا بالنسبه لي يعني مهما كان السفر شوي صعب، بس اخر شيء اخي المتعه تبعته وتجربه الحياه، وقابلت ناس كثير يعني ممكن تستحق فعلا هالمخاطره اذا فعلا مثل ما قلت انت كان في سبب، في هدف، كان في شيء معين انت رايح عشان. الموضوع صار قريب، باقي شهرين يعني في حال هالشغلات هي، وبالتالي الجميع ممكن فعلا يبدا يحمي السفر. مستعد يكون، ما تبدا تحضر الشنطه. اقعد شهرين، لا اقعد شهرين باك باك عشان شو؟ عشان احضر الشنطه. يعني هو موضوع الكاش، انه الواحد لازم هلا يكون يعرف انه صراحه حتى بالسفر، اجراءات السفر او بنقدر نقول الشغلات المبالغ فيها بالسفر الان، يعني كاش از ذا كينج هلا بحسب الازمه سواء اجراءات السفر او حتى ما يتبع موضوع كورونا من ازمه اقتصاديه. لازم واحد فعلا يكون واعي، حتى لو بده يسافر وقرر يسافر لسبب ما، موضوع الرفاهيه العاليه جدا ايام اول، صحيح الان صار الموضوع حتى يحتاج التفكير 10 مرات، لانه الان في ازمه يعني مقبله ان شاء الله تكون خفيفه، ولكن من حقنا انه كل واحد ياخذ احترازاته ويبدا فعلا يركز على الشيء المهم اكثر من انه الشيء اللي هو تشريح في انه يعني ما راح يضيف لك التجربه اللي انت عم بتطور عليها، ما راح يضيف لك صحيح اكسترا مايل، او انه يخليك انه انت فعلا تدرك شيء ما كنت ادركته سابقا، لا هو حيكون اضافه هامشيه. فالاضافه الهامشيه صحيح. هي في هيك اوضاع حاليا بحاجه لتفكير الاولويه. تماما، اولويات. ابو حميد انا بشكرك كثير، الله يعطيك الف عافيه، كثير استمتعت اكيد باللقاء معك، وان شاء الله باذن ربعين اكيد يا جماعه احط لكم تحت رابط احمد تحت بالفيديو، عنده كثير معلومات حلوه، وان شاء الله نحن على تواصل، وبتمنى لك تكون تضل بصحه وعافيه، واكيد سلمنا على بلجيكا وعلى اوروبا، وما تنساش بقى من التواصل هنا وتواصلنا في مصر. حبيبي ما تنسانا بقى من التشوكلت السويسري، انا بعرف انه قريب عليكم. انت تيجي هنا بس وانا افسحك، مالكش دعوه. حبيبي الله يعطيك الف عافيه، شكرا كتير لك. الله يخليك، ميرسي جدا، بشكر كل الناس وبشكرك جدا على الاستضافه، ونشوفك على خير. يعطيك العافيه حبيبي، مع السلامه. سلام، باي.